في اطفال كتير كتير جدا عندهم انيميا. عايز اقول لكم ان انيميا نقص الحديد احد اشهر الامراض اللي بتصيب الاطفال في كل الاعمار وفي كل الدول. يعني ممكن نقول ان اكتر من 50%، يعني اكتر من نص الاطفال في كل الاعمار بيعانوا من الانيميا، وخاصه انيميا نقص الحديد. ماشي كده؟ والانيميا دي موضوع مش بسيط زي ما انتم متخيلين، هو سهل في علاجه لكن اعراضه ومضاعفاته على الطفل مش حلوه. زي ايه؟ يعني الطفل اللي عنده انيميا مثلا، لو ده طفل في مدرسه هتلاقي الطفل تركيزه في المدرسه وحش قوي، هتلاقي تحصيله الدراسي وحش قوي، هتلاقي الطفل ده بينسى كتير. العيال دول لما بنعالج الانيميا عندهم، الطفل درجاته في المدرسه بتزيد وتركيزه بيزيد والحفظ عنده والفهم بيزيد وتحصيله الدراسي بيزيد. شايفين الموضوع؟ يعني الموضوع ممكن يتحكم في مستقبل الطفل. يعني الطفل تبقى درجاته وحشه في المدرسه ومش متفوق، ولما نعالج له الانيميا يبقى 100 100. طب ليه ده بيحصل؟ لان الانيميا يا جماعه معناها نقص الهيموجلوبين اللي موجود في الدم. الهيموجلوبين ده هو اللي بيشيل الاكسجين يوديه لكل الجسم بما فيه المخ. يعني المخ ده عشان يبقى في كامل تركيزه وتفكيره والطفل يبقى 100 100 لازم يكون واصل له اكسجين كويس. لو الطفل عنده انيميا فالاكسجين اللي واصل للمخ ده قليل، فالمخ ما بيركزش كويس. كمان من مشاكل الانيميا المشهوره جدا ان الانيميا نفسها بتعمل فقدان للشهيه عند الاطفال. يعني الطفل اللي عنده انيميا ما بياكلش كويس، يعني الطفل عنده فقدان شهيه ما بياكلش. والطفل ما بياكلش كويس هيحصل له ايه؟ هيبقى نموه ضعيف، فتيجي تتابع وزنه تلاقي وزنه قليل. والطفل اللي ما بياكلش كويس ما بياخدش العناصر الغذائيه اللي جسمه محتاجها اللي منها الحديد، فالانيميا تزيد اكتر. وما ياخدش العناصر الثانيه زي الكالسيوم فيجيله نقص كالسيوم، وما ياخدش العناصر الثانيه زي الفيتامينات فيجيله ضعف مناعه. يعني هنبدا بانيميا تعمل لي فقدان شهيه وتجيب وراها بقى كل المشاكل. فهمتوا القضيه؟ الانيميا كمان بتخلي مجهود الطفل البدني قليل، بتخلي الطفل ده بيتعب من اقل حاجه. تلاقي الطفل يمشي خطوتين ثلاثه وتلاقيه بينهج، انا تعبان يا ماما انا مش قادر. الطفل ده لو بيلعب في النادي ولا حاجه تلاقيه مش زي زمايله، زمايله عمالين يجروا ويلعبوا تمام والطفل ده دايما حاسس ان هو تعبان ما هوش قادر. الانيميا بتعمل كل ده. الانيميا بالمناسبه بتعمل تساقط للشعر، وده للاطفال وللكبار. يعني احد اشهر اسباب ضعف وتساقط الشعر عند الاطفال والكبار انيميا نقص الحديد. فبيجي لنا بنات العياده الام ساعات هي اللي مركزه فيه ان شعر البنت دي ضعيف وبيقع، فواحنا بنبص على البنت نلاقي البنت شكلها باهت وباين عليها علامات انيميا، نطلب تحاليل نلاقي البنت عندها انيميا، لما نعالج لها الانيميا شعرها يتحسن. شفتوا القصه؟ فالانيميا من الحاجات اللي ليها مضاعفات او اللي ليها مشاكل كتير، عشان كده بنحب وكمان منتشره جدا. بقول لكم نص الاطفال، يعني الامهات اللي معايا دلوقتي، نص الاطفال اللي عندكم عندهم انيميا نقص حديد، نصهم. وللاسف بقى الغالبيه العظمى من الاطفال دول مش متشخصين، يعني امهاتهم ما يعرفوش، دي مشكله. خلاص؟ طيب اشك ازاي يا دكتور ان ابني عنده انيميا عشان اروح للدكتور؟ من الاعراض اللي انا قلتها لحضراتكم دي، الطفل اللي عنده انيميا، واحد بيبقى باهت، تلاقي شفايفه بهتانه، لونها مش محمر مش وردي، لا لونها مبيض، تلاقي وشه بهتان، طفل باهت. الطفل مجهوده قليل، مجهوده ضعيف، بيتعب بسرعه. الطفل ممكن يقول لك لو كبير يقول لك ماما انا عندي دوخه، بيدوخ. الطفل تساقط شعر، الانيميا، فقدان شهيه، تلاقي الطفل نموه مش كويس، نموه قليل، وزنه قليل، ضعف مناعه، ضعف تركيز الطفل في المدرسه، الطفل بينسى كتير، الطفل ده بتلاقيه سرحان كتير، الطفل ده درجاته في المدرسه كانت حلوه بعدين بدات تقع، الطفل ده بدا يدخل في انيميا. خلاص كده؟ لو الاعراض دي كلها كمان جايه مع طفل انت حضرتك عارفه ان اكله سيء، يعني سواء ما بياكلش اصلا كتير، او الطفل ده بياكل اكل مش مفيد، يعني انت عارفه ان ابنك مثلا عايش على البسكوت والحلويات والكلام ده وما بياكلش اكل مفيد، يبقى بالقطع الطفل ده اكيد عنده انيميا. طيب انا شفت الاعراض دي يا دكتور، ابني عنده واحد او اتنين او تلاتة، خدوا بالكم الطفل مش لازم يجي بكل الاعراض، ممكن يجي بواحد، يجي باتنين، يجي بتلاتة، على حسب. لو انا طفلي يا دكتور عنده عرض او اتنين او تلاتة من دول اعمل ايه؟ هقول لي خدي بعضك وروح للدكتور بتاعه يبص عليه. الدكتور شافه لقى ان اللي انت بتقوليه ده صح، هيروح طالب له تحليل صوره دم كامله وتحليل مخزون حديد، هيطلع فيه انيميا، الهيموجلوبين هيطلع قليل بالنسبه لعمر الطفل، وهنلاقي مخزون الحديد قليل بالنسبه لعمر الطفل. خلاص كده احنا عندنا انيميا نقص حديد. فالطفل ده هنقول لحضرتك هتدي له دواء الحديد اللي يناسب الطفل ده وعمره، وهنقول لك الجرعه قد ايه، وهنقول لك هيمشي عليه مده قد ايه. تمام كده؟ طيب هو الرقم الطبيعي للهيموجلوبين كام يا دكتور؟ الرقم ده بيختلف من عمر للتاني، يعني الطفل اللي عمره سنه الرقم الطبيعي بتاعه يختلف عن اللي عمره سنتين، يختلف عن اللي عمره 6 سنين. عشان كده بقول لكم خلينا نعامل كل طفل بحالته، لان مفيش كلام هعممه على الكل.
حضرتك شكيتي روحي اعملي تحاليلك روحي للدكتور، صوره دم كامله مخزون حديد هيشوف الرقم بتاع الطفل وهيشوف عمره، لقى في انيميا هنبدا ندي الحديد. لما بنيجي ندي الحديد للاطفال في 10 اخطاء كتير من الامهات دول بيقعوا فيها بيخلوا الطفل ما يستفادش من الحديد كويس. ايه هم العشر اخطاء دول؟ ركزوا معايا، لان في عيال بتتعالج من انيميا بياخدوا الحديد فعلا ويقعدوا ياخدوا شهر واثنين وثلاثه وبعد كده يروحوا للدكتور يحللوا تاني يلاقي الطفل ما اتحسنش، الطفل زي ما هو، ونلاقي الانيميا زي ما هي ما بتتحسنش. فالام تقول له والله العظيم يا دكتور انا بدي الولد العلاج يعني، وهي بتديهوله لكن الطفل ما بيستفادش. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. اول حاجه ان يكون تشخيص الطفل من البدايه مش صح. مش كل حالات الانيميا انيميا نقص حديد، مش كل حالات الانيميا انيميا نقص حديد. انيميا نقص الحديد احد اشهر انواع الانيميا لكن مش هي السبب الوحيد للانيميا. عشان كده بنقول ايه، تحليل صوره الدم الكامله ومخزون الحديد لازم يتربطوا ببعض. عشان في ام بتروح تعمل تحليل صوره دم كامله فيطلع الهيموجلوبين بتاع الولد قليل فتقول اه دي انيميا فتروح تدي له حديد. لا، مين اللي قال ان دي انيميا نقص حديد؟ ما هو الهيموجلوبين قليل يا دكتور. اه، ما هو الهيموجلوبين القليل ده ممكن يحصل في انيميا نقص الحديد وانواع تانية من الانيميا. الانواع التانية دي بالمناسبه ما بتتعالجش بالحديد. فهنا نلاقي الطفل ده عمال ياخد حديد وكل ما نعيد التحليل او نشوف الطفل، الطفل ما بتحسنش لان احنا اصلا ما بنديش علاج مظبوط. الطفل ده ما عندوش انيميا نقص حديد، الطفل ده عنده سبب تاني او تالت او رابع او خامس هو اللي عامل الانيميا. فيبقى عشان نعالج انيميا نقص الحديد لازم نتاكد الاول انها انيميا نقص حديد، يبقى لازم نعمل مع صوره الدم لازم نعمل تحليل مخزون حديد، لازم. يبقى ده الايه؟ الخطا الاولاني ان احنا نتاكد من التشخيص. الحاجه الثانيه، التشخيص صح ودي انيميا نقص حديد والام بتدي الحديد شهر واثنين وثلاثه ومفيش نتيجه، ايه الاخطاء؟ الخطا الثاني ان الام تكون بتدي الحديد للطفل مع كالسيوم. الحديد والكالسيوم لو اتاخدوا بينهم وبين بعض وقت قليل او مع بعض، يعني بينهم وبين بعض ساعه ساعتين ثلاثه، الجسم ما بيعرفش يمتص الاثنين بشكل كامل، هما بيقللوا امتصاص بعض. فالطفل يبقى بياخد جرعه الحديد ومصادفه الطفل ده يكون بياخد دواء كالسيوم. فالام ايه عايزه تدي الجرعات بتاعه الطفل كلها مره واحده فتروح مديله الحديد وتستنى نص ساعه ولا حاجه وتروح مديله الكالسيوم او الاثنين ورا بعض، تلاقي الطفل ما بيستفادش من الحديد بشكل كامل، بيقعد ياخد علاجه شهر اثنين ثلاثه وما بيتحسنش. يبقى تعارض الادويه واللي اهمها الحديد والكالسيوم. طيب لو الطفل بياخد حديد وكالسيوم يا دكتور افصل بينهم قد ايه؟ 8 ساعات على الاقل. يعني في الحاله دي بقول للام ادي واحد الصبح وواحد بالليل كده بعدناهم عن بعض، خلاص كده. يبقى ده الخطا الثاني. الخطا الثالث ان احنا نكون بندي الحديد الدواء بعد وجبه غنيه جدا بالكالسيوم. يعني الطفل ده يبقى شارب لبن او اكل زبادي او اكل جبنه بكميه واروح مديها الحديد بعدها، هيحصل نفس المشكله، الجهاز الهضمي او المعده فيها كالسيوم كتير من الاكل وحضرتك اديت الحديد، فالكالسيوم ده هيعارض امتصاص الحديد الى حد ما فمش هيخلي الطفل يستفيد بالجرعه بتاعته بالشكل الكامل. ده السبب الثالث. الحاجه الرابعه ان الطفل يكون بياخد حاجه تانية بتقلل امتصاص الحديد. زي ايه؟ من اكتر الحاجات اللي بتقلل امتصاص الحديد الشاي. الشاي فيه ماده اسمها التانيك اسيد، التانيك اسيد ده بيمسك في الحديد ويخليه يخرج مع البراز، يخلي الجسم ما يعرفش يمتصه. عشان كده احنا بنقول للامهات ايه؟ للاطفال الكبار وليكوا انتوا كمان، بلاش تشربي شاي بعد الاكل مباشره. ليه؟ لو كلتي وشربتي شاي بعد الاكل على طول، الاكل اللي انت كلتيه ده لو فيه حديد جزء كبير منه هيرتبط بالتانيك اسيد اللي موجود في الشاي ويخرج في البراز، يبقى انت ما استفدتيش منه. يعني حضرتك رحت اشتريتي كيلو لحمه بالشيء الفلاني سعره شيء فلاني وتاكليه عشان تستفيدي بقى بالحديد اللي فيه، بس انت بعد ما خلصت الوجبه شربت كوبايه شاي، شكرا، انت ضيعتي بقى معظم الحديد اللي موجود، يبقى الفلوس كلها راحت على الارض. نفس الكلام بالنسبه للطفل. طيب ايه الحاجات بقى اللي بتقلل امتصاص الحديد؟ زي ما قلنا منتجات الالبان، زي ما قلنا ادويه الكالسيوم، كمان الشاي، وكمان بعض الخضروات اللي بتحتوي على الاوكسالات بكميه كبيره واللي منها السبانخ. فامهاتها تقول لي ايه سبانخ ايه يا دكتور؟ ده السبانخ دي مليانه حديد، ده احنا بنديها للاطفال اللي عندهم انيميا. هقول لحضرتك اه السبانخ فعلا مليانه حديد لكن استفاده الجسم من الحديد اللي فيها مش كبير، مش عالي، عشان السبانخ فيها حديد وفيها اوكسالات، فالاوكسالات دي بتمتص جزء كبير جدا من الحديد وتخرجه مع البراز. طيب عشان ادي حديد الطفل يستفيد منه اديهوله بعد وجبه ما يبقاش فيها حاجه من الاكلات اللي انا قلت عليها دي، على قد ما اقدر. الحديد غير مفضل ان انا اديه للطفل على معده فاضيه.
لانه لو اتاخد على معده فاضيه ساعات بيعمل التهاب في المعده وبيعمل مغص للطفل، وده خطا كبير، وده احد اسباب ان كتير من الامهات ما بيستمروش على الحديد. يعني ايه؟ الام الطفل صاحي من نومه راحت مدياله جرعه الحديد، فالطفل بعد شويه بيجي له مغص جامد وادي صوت، والموضوع ده يتكرر تاني يوم وتالت يوم، فالام تاخد بالها ان هي لما بتدي الطفل الحديد الطفل بيجي له مغص، فتروح موقفاه والطفل ما يتعالجش. لا، السبب هنا مش الحديد، السبب ان الحديد اتاخد في توقيت غلط. الحديد لازم يتاخد بعد وجبه، يعني الطفل ياكل وبعدين ياخد الحديد، بس الاكل بتاعه زي ما قلنا ما يبقاش فيه الحاجات اللي احنا قلنا عليها عشان ما نقللش امتصاص الحديد. الخطا اللي بعد كده ايه؟ ان احنا ندي الادويه العاديه اللي بتحتوي على الحديد لطفل عنده امساك او عنده ميول للامساك. معظم الادويه العاديه اللي بتحتوي على الحديد ممكن تسبب امساك عند كتير من الاطفال، خاصه الاطفال اللي بالفعل عندهم امساك او ميالين للامساك. طب في الحالات دي يا دكتور بنعمل ايه؟ في الحالات دي عندنا انواع مخصصه من الحديد ما بتعملش امساك، بس سعرها غالي شويتين. يعني احنا في الاصل بندي الانواع العاديه من الحديد زي الانريتش مثلا، ده نوع عادي. ميزته ايه؟ ميزته انه سعره رخيص. طب الطفل خده وكويس وما عندوش امساك والدنيا تمام، خلاص يبقى جميل. طب الطفل ده جاله امساك من الحديد، ما نديلوش بقى حديد خالص؟ لا، هنديله انواع تانية، بس الانواع دي سعرها غالي. فهمتوا القصه؟ فلو طفل خد الحديد وجاله امساك ما توقفيش، لا هنغير النوع بس. يعني ارجع للدكتور ولا دكتور والله الولد خد الحديد جاله امساك، اعمل ايه؟ هيقول لك لا بلاش النوع ده، هنجيب نوع تاني بس هيبقى غالي شويه. تمام كده؟ طيب الخطا اللي بعد كده ايه؟ في امهات يدوا الطفل الحديد فتلاقي الطفل بقى بيعمل براز لونه اسود، لونه غامق، فتخاف تترعب تروح موقفه الحديد. لا، ده غلط. معظم انواع الحديد العاديه، الانواع العاديه بتخلي لون البراز غامق، ممكن يبقى بني غامق، ممكن يبقى اسود غامق، وده امر طبيعي ومفيش منه خوف، ما تخافيش كملي الحديد عادي. وعاده الاثر ده بيقعد شويه، يعني ممكن يقعد اسبوع 10 ايام وبعد كده بيقل واحده واحده، وحتى لو ما قلش وفضل موجود ما تخافيش، يعني الموضوع ده مش مضر ولا حاجه، اللون ده موجود بسبب ان الطفل بياخد حديد. عندنا خطا مهم جدا في الحديد، هو ان حضرتك تروحي الصيدليه تجيبي حديد وتديه لابنك كده من نفسك. هو في حد بيعمل كده؟ كتير جدا فوق ما تتخيله. طب ليه؟ لان عشان ادي حديد لطفل لازم الاول اتاكد ان هو عنده انيميا بالتحليل، ولازم اتاكد ان الانيميا انيميا ناقصه حديد بالتحليل، ولازم اعرف الارقام بتاعته كام عشان احدد الجرعه اللي الطفل هياخدها على حسب شده حالته وعلى حسب عمره، ولازم اختار النوع المناسب من الحديد لان في انواع كتير، ولازم اكون عارف الحاله الصحيه للطفل عامه شكلها ايه، يعني الطفل ده بيجيله امساك ولا ما بيجيلوش، الطفل ده عنده التهاب في المعده ولا ما عندوش، الطفل ده عنده ارتجاع في المريء ولا ما عندوش. قصه طويله عريضه. فالقرار ما ينفعش يتاخد منك لنفسك، مش عشان اختك بتدي لاولادها حديد فحضرتك تروحي تعملي الكلام ده من نفسك، لا لازم ترجعي للدكتور، لان في تفاصيل كتيره جدا مهمه قبل ما نوصف الحديد بالجرعه الصحيحه. وكمان عشان نقول الجرعه هتبقى قد ايه، ونقول الطفل هياخده مده قد ايه، هياخده شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا سنه ولا ولا، التفاصيل دي كلها مهمه. عندنا خطا بقى اخير هتكلم عليه، هو ان حضرتك يكون عندك طفل رضيع في اول سنتين وحضرتك ما بتديلوش حديد. الله، هو الاطفال يا دكتور في اول سنتين بياخدوا حديد؟ اي نعم، لازم ياخدوا حديد من غير تحليل، من غير تحليل، من غير ما يكون عنده انيميا، من غير ما يكون عنده انيميا. طب بيتاخد ازاي يا دكتور؟ لو كان طفلك بيرضع طبيعي بس ما بياخدش لبن صناعي، يبقى لما الطفل يتم 4 شهور نبدا له الحديد. لو كان الطفل بياخد حليب صناعي، سواء الحليب الصناعي لوحده او الصناعي جنب الطبيعي، يبقى لما يتم 6 شهور نبدا نديله الحديد. هنمشي عليه قد ايه؟ لحد الطفل ما يتم 2 سنين على الاقل. الكلام ده لكل الاطفال؟ ايوه لكل الاطفال. من غير تحليل؟ ايوه من غير تحليل. طب ليه بنعمل ده؟ لان الاطفال في الفتره العمريه دي مخزون الحديد اللي في جسمهم مش هيكفيهم، والحديد اللي بياخدوه من خلال الرضاعة أو الأكل مش هيكفيهم، فبيبقى لازم إحنا اللي نزود لهم الحديد ده. طيب بندي قد إيه يا دكتور؟ هقول مثل واحد، هقول مثل واحد لأن الأدوية دي كتير جدا. لو طفل في أول سنة هندي الإنريتش نقط، 5 نقط مرة واحدة في اليوم، 5 نقط مرة واحدة في اليوم، وفي تاني سنة بندي 10 نقط اللي هو نص قطارة مرة واحدة في اليوم. الجرعة دي لكل الأطفال؟ أيوة. من غير تحليل؟ أيوة. الجرعة اللي أنا بقولها دي هي الجرعة الوقائية. الجرعة دي بقى ممكن تزيد عن كده كتير لو الطفل عنده أنيميا. يعني في طفل مثلا عنده 10 شهور، إحنا بنديله الجرعة الوقائية اللي هي 5 نقط مرة واحدة في اليوم من الإنريتش. الطفل ده أنا شفت عليه علامات أنيميا، فطلبت له تحليل صورة دم كاملة ومخزون حديد، لقيت الهيموجلوبين بتاعه 9. يبقى الطفل ده عنده أنيميا. هل الخمس نقط اللي أنا بديهم له دول كافيين؟ لا، الطفل ده هياخد جرعات تانية خالص بقى.
مش هياخد 5 نقط، هياخد اكتر من كده بكتير. طب هياخد قد ايه يا دكتور؟ لما يجي لي بقى هحدد هياخد قد ايه. فهمتوا الجرعه اللي انا قلتها دي؟ دي الجرعه الوقائيه لكل الاطفال، لكن لو الطفل عنده انيميا بياخد جرعه علاجيه، جرعه اعلى من كده بكتير. خلاص. عندي نقطه مهمه جدا 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 لازم اقولها، لو الطفل عنده انيميا الاكل لوحده، الاكل لوحده ما ينفعش يعالجه، ماشي كده؟ الاكل ينفع يمنع الانيميا عن الطفل، يعني الاكل ينفع يحمي الطفل من الانيميا. يعني قول لنا مثال يا دكتور، طفل عمره سنه الهيموجلوبين بتاعه 12، الطفل ده عنده انيميا؟ لا ما عندوش، الطفل زي الفل. لو الطفل ده انا باكله اكل مفيد وبيحتوي على الحديد كويس، زي ايه الاكل ده هقوله لكم دلوقتي، يبقى الاكل ده يكفي انه يدي للطفل احتياجاته فما يجيلوش انيميا. طيب طفل تاني عنده سنه برضو الهيموجلوبين بتاعه 9، يبقى الطفل ده عنده انيميا. هل لو اكلته الاكل الغني بالحديد كافي لانه يعالج الطفل؟ لا لا مش هيكفي. خلاص. لكن الاكل مهم مع العلاج، لكن لازم ياخد دواء. لو الطفل عنده انيميا الاكل لوحده مش هيكفي للعلاج، لازم ياخد دواء، عشان كده لازم نروح للدكتور ندي دواء. طيب الاكل هينفع جنب الدواء؟ طبعا. وكمان لما نعالج الانيميا بالدواء ونوقف الدواء، الاكل بقى هيحمي الطفل ان يجيله انيميا تاني. لاني يعني بشوف امهات اطفالهم اتشخصوا ان هم عندهم انيميا واتكتب لهم علاج وما بيدوش العلاج، تقول لها ما بتديش العلاج ليه؟ تقول لك يا دكتور ما انا باكله كذا وكذا 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 عشان يرفع الانيميا. لا يا ستي والله العظيم الاكل لوحده مش هيكفي، مش هيكفي الاكل لوحده. الاكل ما ينفعش لوحده للعلاج، لكن ينفع للوقايه. فهمت القصه؟ طيب على العكس بقى بيحصل نقطه تانية، يجي طفل الهيموجلوبين بتاعه كويس يعني طبيعي ما عندوش انيميا، وامه عايزه تدي له حديد. طب يا ستي ما هو الهيموجلوبين كويس. لا يا دكتور انا عايزه اديله. لا يا ستي ما تديلوش. طب امال ياخد احتياجاته منين يا دكتور؟ ياخدها من الاكل بقى يا ستي، هو طبيعي اهو. فما تدخلوش العلاج في الوقايه، ما تدخلوش الدنيا ببعضها. الاكل ينفع لو طفلك طبيعي وانا عايز احميه، الاكل ما ينفعش لو الطفل عنده انيميا، ما ينفعش لوحده، ينفع مع الدواء. ايه الاكلات الغنيه بالحديد يا دكتور؟ عندنا حاجتين ثلاثه دول في حته لوحدهم، دول افضل حاجه واحسن مصادر الحديد في الدنيا كلها. احسن وافضل مصادر حديد طفلك يستفيد منها وجسمه يستفيد منها ويبقوا 100 100، اللحمه الحمراء والكبده والمحار. سيبكم المحار ده عشان الناس ايه يعني في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه المحار، سيبكم المحار، خلينا نتكلم في الكبده واللحمه. اللحمه الحمراء، اللحمه، اللحمه البقري، اللحمه الجاموسي، لحم الاغنام، اللحمه والكبده احسن والمحار طبعا، بس سيبكم منه عشان في ناس ما تعرفش يعني ايه محار. احسن مصادر الحديد. طب ليه؟ المصادر الحيوانيه للحديد، الجهاز الهضمي بيعرف يمتص كميات كبيره جدا جدا منها وهو مرتاح، فده افضل مصادر الحديد. فتيجي الامهات تقول لي ايه؟ طب يا دكتور اللحمه غاليه والكبده غاليه وانا مش هقدر، اعمل ايه؟ هقول لحضرتك انا قلت افضل حاجه اهو، انا قلت اهو خلاص. هقول لك مصادر تانية اللي هي المصادر النباتيه، لكن هي مش افضل حاجه، الجسم ما بيستفدش منها بكميه كبيره عشان اكون صريحه. طب ايه هي؟ عندنا حاجات كتيره جدا. خدي عندك يا ستي، عندك البنجر في حديد كتير، عندك العدس في حديد كتير، عندك السبانخ فيها حديد كتير، لكن الجسم ما بيعرفش يستفيد بكميه كبيره منها لان فيها اوكسالات كتير. خلاص كده، دي مصادر. عندنا العسل الاسود في حديد، عندنا التفاح في شويه حديد، عندنا الفلفل في شويه حديد، عندنا البتنجان في شويه حديد. خلاص. لكن برضو مفيش مقارنة ما بين الحديد اللي في المصادر الحيوانية والحديد اللي في المصادر النباتية. طيب في حاجة نعملها تزود امتصاص الحديد؟ يعني الطفل لو بياخد حديد في حاجة نعملها تزود امتصاص الحديد؟ ان احنا ندي للطفل حاجة فيها فيتامين سي. اضافة فيتامين سي مع الوجبة او بعد الوجبة بيخلي الجسم يستفيد من الحديد بشكل كبير، زي الليمون، زي البرتقال، زي الفراولة، زي الكيوي، زي الجوافة، زي الفلفل. الفلفل مش الحار بقى، ما تدوش العيال فلفل حار، الفلفل الالوان. يعني كل دي مصادر لفيتامين سي، لو ضفتيها مع الوجبه او بعد الوجبه مباشره استفاده الطفل من الحديد هتبقى كبيره جدا.